السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شات جي بي تي، طبعا في شات كتير جدا موجود، الذكاء الصناعي هو اللي بيشتغل عليه وتتكلم مع الروبوت وانت متعرفش ان ده مش شخص حقيقي. وممكن حتى دلوقتي اصبح بان انت تتصل بخدمة العملاء فتلاقي حد بيتكلم معاك وبيتعاطف معاك، وممكن لو لك متضايق يهديك. كل الكلام ده مجرد برنامج مكتوب، لكن فعلا في تطور كتير جدا في الموضوع ده. يعتبر اقوى حاجه حتى الان شات جي بي تي، ممكن تقول له اي جمله وهو بقى يبدا يجاوبك عليها. فعلا في ذكاء شديد جدا لدرجه ان ممكن تكتب له كود، تمام، وتقول له الكود ده فيه غلطه صلحها لي، او انا عايز اطور في الكود دوت، تمام. مش حاجات ثابته اللي بتديها له، اي حاجه ممكن تفكر فيها هو يبدا يتفاعل معاك فيها ويجاوبك عليها. في فيلم اسمه هير، واحد بيسطب برنامج، تمام، والبرنامج ده بتبقى زي سيري كده، فبيقعد يتكلم معاه طول الوقت، تمام، بيدرس الكود اللي انا كاتبه له ويطلع له الغلطات ويعمل لي كود افضل. وممكن اتناقش معاه في مواضيع كتيره جدا، ممكن في السياسه، ممكن في الاقتصاد، دخلت معاه حوارات كتيره جدا في الدين وهكذا، تمام. فده يعتبر من اقوى الشات اللي موجود حاليا، ممكن تجربوه. هو اسمه شات openai.com. تبدا بقى اي حاجه في دماغك، طول ما انت قاعد بقى عايز تدردش معاه في اي موضوع، تتخيل المستقبل والحاجات دي كلها، فعلا حاجه مرعبه جدا. لازم ما نسيبهاش، لازم ما نيأس منها، لا لازم نبدا نجرب ونستخدمه في الشغل بتاعنا على قد ما نقدر. اقوى حاجه لما يكون الانسان بيتعامل مع الاله ما يسيبش الاله، لان فكره ان هو يغير في الكود دي حاجه رهيبه. ما ممكن يعمل برنامج يطور نفسه بنفسه، فمثلا في خلال 10 دقايق يعمل التطورات اللي حصلت في البشريه خلال مليون سنه، تمام. فنبدا نتعلم ذكاء صناعي ونبدا ان احنا نقوده ونسيطر عليه.